إذا للحديث عن استمرار تظاهرات الموظفين والمطالبة بحقوقهم التي وعدت بها الحكومات المتعاقبة من دون تحقيقها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. تظاهرات في بغداد والبصرة سبقتها تظاهرات في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، ولكن السؤال المطروح دائما، لماذا تستمر التظاهرات رغم الوعود الحكومية؟ نعم، المظاهرات تستمر في بغداد وفي بقية المحافظات من قبل جيوش العاطلين عن عمل، ومن قبل الموظفين، ومن قبل أصحاب العقود والخريجين الذين يعتقدون بأن حقهم قد غبن في حملة التعيينات الكبيرة والواسعة التي قامت بها حكومة محمد الشاع السوداني. اليوم وبحسب إحصائيات وزارة المالية وأيضا مجلس الخدمة الاتحادي، هنالك أكثر من 80,000 وظيفة قد تم رفضها من أجل تعيين حملة الشهادات العليا وكذلك أصحاب العقود والمحاضرين. وعلى الرغم من هذا الإعلام إلا أن هذه المشكلة ما زالت قائمة. فهنالك أسباب تؤدي إلى استمرار التظاهرات في عموم محافظات العراق، لعل أبرزها هو سوء إدارة هذا الملف. وبالحقيقة هذا التخبط وهذه الإجراءات الغير منصفة للكثير من الخريجين والكثير من أصحاب العقود قد فتحت آفاق جديدة لهذه المشكلة. اليوم هنالك تهديدات من قبل شريحة واسعة من أصحاب العقود والمحاضرين والخريجين للخروج بمظاهرات جديدة ضد الآلية التي اتبعتها حكومة محمد الشاع السوداني وكذلك ما يعرف بمجلس الخدمة الاتحادي. طيب، إذن المشكلة مستمرة. أستاذ أحمد، كما تعلم موظفو الأجور اليومية أيضا يتظاهرون أمام وزارة المالية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، ولكن هل تعتقد أن تأخر إقرار الموازنة هو السبب الذي أثر على موضوع تثبيتهم على الملاك الدائم؟ تعتقد ذلك؟ ليس فقط موضوع تأخر إقرار الموازنة، يعني أمامنا درب طويل من أجل إقرار الموازنة في البرلمان العراقي. فكما تعلمون هنالك اليوم سجالات كبيرة حول إقرار الموازنة، لعل أبرزها المشكلة مع أقليم كردستان حول حصتهم من الموازنة المقبلة. أيضا كما أشار تقريركم إلى سوء إدارة الملف الاقتصادي وسوء التخطيط الذي أدى إلى غبن حق المحاضرين الذين كانوا يقدمون خدمة بالفعل لمؤسسة التعليم في العراق. فنرى أن الحكومة الحالية ومن سبقهم أيضا من الحكومات يقومون بملء وزارات الكهرباء وغيرها من الوزارات بجيوش الموظفين الذين لا نفع لهم في هذه الدوائر، وفي الوقت ذاته يقومون بتجاهل حق المحاضرين المجانيين في المدارس الحكومية. لذلك هذا الأمر يعني أدى إلى حدوث إرباك في العملية التعليمية في العراق. أستاذ أحمد، هل تتوفر لديكم معلومات عن تخصيص درجات وظيفية في الموازنة الجديدة؟ نعم، هنالك الكثير من النواب وخصوصا اللجنة المالية في البرلمان العراقي أشاروا إلى أن موازنة عام 2023 سوف تتضمن أكثر من 80,000 درجة وظيفية، وقد يصل العدد إلى أكثر من 950,000 درجة وظيفية. أيضا هنالك درجات وظيفية رصدت ضمن ما يعرف بقانون الأمن الغذائي والدعم الطارئ، هذه أيضا هنالك فيها درجات وظيفية سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة. هذه الدرجات الوظيفية وهذا الكم الهائل من التعيينات التي أعلن عنها محمد الشاع السوداني لها في الحقيقة
منافع بالتأكيد، لكن مضارها الاقتصادية مضار كبيرة وخطيرة على الاقتصاد العراقي على الأمد البعيد. فكما تعلم الاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الأساس على ما يبيعه العراق من النفط من أجل الحصول على مورد مالي للدولة، ومن خلالها يقوم بصرف رواتب الموظفين في دوائر الدولة. فإذا ما حصل أي إرباك في سعر النفط في المستقبل، فإن العراق سوف يكون أمام مأزق كبير يتعلق بقدرته على دفع رواتب الموظفين. أستاذ أحمد، لو التقلنا إلى قضاء الزبير في البصرة، المعلمون هناك يضربون عن العمل وأيضا يهددون بالتصعيد، ولكن يعني هذه الإضرابات وهذه التظاهرات من قبل المعلمين هل تؤثر على مستقبل الطلبة التعليمي برأيكم؟ للأسف يعني منظومة التعليم في العراق يعني منظومة يعني هشة وركيكة، والكثير من المدارس اليوم ليس فيها موظفون حقيقيون ومعلمون بعقود دائمة، كما أشار تقريركم وكما أيضا أنا أشرت قبل قليل من أن هنالك العديد من المدارس تعتمد على المحاضرين والمتعاقدين بصفة محاضر في الدوائر وزارة التربية والمدارس. هؤلاء قد غبن حقهم في عملية التعيين، وهنالك الكثير منهم لم تشملهم عملية التعيين بحجة التضارب الوظيفي كما يصفونه، أو بحجة نقص في البيانات ونقص في مستنسكات التقديم. لذلك هذا الأمر وهذه المشكلة أثرت بشكل سيء على الطلاب، وهنالك اليوم العديد من مديريات وزارة التربية في عموم محافظة العراق تشكو من تأخر إكمال المنهج التعليمي، بالإضافة إلى سوء طرق التعليم وضعف مستوى الطلاب. فلا غرابة أن يكون العراق من الدول التي خارج تصنيفات مستوى التعليم. من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.